السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا حبكم متابعينا في كل مكان. في حد اتصل يا جماعه بيقول ان احنا بنحصد في محصول المانجا، وبيقولوا شفنا تعبان ضخم جدا تحت شجره مانجا. تعالوا مع بعض نشوف التعبان ده موجود ولا هرب منهم، فدعواتكم معنا ان شاء الله. يا جماعه الحمد لله وصلنا المكان، هو شجر المانجا اللي على اليمين قدام ده. المفروض ان احنا نركب هنا. حركوش بيقول ولا بص بقى وري له الجحر يا عيد. دخل فيه. دخل هنا في ماشي زي الفل. يرجع ورا كده. والله موجوده في جزء الشجر اصلا. موجودة في جزء الشجرة بس هي تحت خالص كده. لا ارجع بالله عليك ورا. أنا ارجع ورا سبحان الله. خد يا جماعة الدبابة الكبرى اهي. ايه العباد انت وهو؟ نرجع تاني؟ لا لا خليك زي ما انت. طيب يا جماعة الدبابة الكبرى. طيب احنا نروح مثلا كده. ايوه دماغها هنا. طب استنى. يا حبيب مرة. انت عاوز ده يشتاق؟ انا. يقول لك شمحش. لا مش شرط. ما تتنخمش. لا مش مرخم خالص. راحتها خالص يعني واحدة واحدة ان شاء الله. لا الخيل هيشيله كبريت وهنجيب له النشاط. لا ثواني بس ثواني. احنا هنحاول نلمسها كده تتحرك من عند احمد. هي هنا كده. هات عايزين حته. اللي يشوف يقول بس. ماشي. ثم خلاص ماشي. اوه شكرا. ايوه اوعى بس تطلع عندكم بس. حد يشيلني في بقه كده بقى مصور من فوق. لا 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 بالعكس العكس. لا لا يا لا لا اصبر 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 اصبر. لا وانت 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 ايوه بس واحد عمال يدي الجنب عمال يدي. بس واحد 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 واحد. يا بني. كده بقول ايه؟ تمسك هنا يا حبيبي. ارجع لا ارجع ارجع. مش بول هو بول. خلي بالكم عشان هتطلع كده ممكن تطلع من اي اتجاه. ارجع ورا شويه. ماشي خد الكشاف كده. يلا بسرعه بسرعه قرب كده قرب قرب عليك قرب عليك شويه. مشكله اللي نور حاجه. ابويا لك وحش. ارجع ورا حتى. ماشي على السرعة. نزل كبرى زعل ربنا مقتول. يا طبعا. باينه من هنا؟ لا لا من هنا؟ لا لا لا
ايوه خلي بالك خلي بالك خلي بس هي بدات بس هي تجيني هتجي ان شاء الله. خليك حقه عندك ماشي. هاي 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 ماشي ماشي زي الفل. ارجع ورا طب ارجع ورا ارجع ورا. ثلاث عندك؟ ايوه هاي دماغ عندك؟ اوعى كده اوعى كده يا حاج. اه ثلاث كل عندك؟ ايوه لف يا احمد لف يا احمد فوق. لا لا ما طلعتش والله. خرب يا احمد خرب يا احمد. خلي بالك من الواد ده خلي بالك على الواد ده. ما حدش يتكلم حدش يكلم مولاه. بلاش حدش يكلم مولاه. لسه عندك ها؟ اه طلع فين شوف. هات المسكه لا تعالى من هنا. هات المسكه من هنا. لما تطلع كمان. خليها تطلع خليها يا جماعه تعالوا كده ونعمل وش. يا جماعه بعد اذنكم تعالوا مش هتطلع كده هيخاف منكم. تعالى كده. تعالى كده. تعالى يا محمد كده يا محمد ربيع. ما تطلعش ما تطلعش يا عم. امسك يا شيخ. خش بتاع الشيخ. يخش يا وسط. ماشي. هنا هاي. رجع تاني هنا صح؟ واقفة زي ماهي. واقفة زي ماهي. ايه بتطلع هاي. امسك امسك بقى. بس ما تقلقش ما حدش يتكلم خالص ما تقلقش خالص. ما حدش يتكلم خالص. شوف بتبص لكيف. ما تقلقش ما تقلقش. ارجع ورا حد ورا على هنا. طلع هنا كوس. بس زي الفل شيخ. شيخ شيخ ما تقلقش. طب يا جماعة الحمد لله ما خدتش وقت. الحمد لله. اسمع بس. ما تقلقش. ما خدتش بقى طب هات هات عسل كده معاك هات عسل معاك ماسكه نفسها شغله هنا لا خليك ورا خليك ورا يا جماعه وقت واقف هنا برضه يبص فيك عندك هاي 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 طلع 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 واحد محمد انت تعرف محمد هو محمد هو محمد هدف الارض فضل دعم تلاش 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 من حوريها كده فهنا تمام الحمد لله ما خليتش وقت بس هربت منه من ماسك طبعا كوبرا عشانها مقطوع عشان كده بنسميها كوبرا زعره الله يعينك والله شو الخيل بتاعك ايه طبعا كوبرا شرسه جدا مش هتهدى خالص طبعا يا جماعه الكوبرا تركيزها عالي جدا زي ما حضراتكم شايفين كوبرا ضخمه
يا جماعه دخلت الكوبرا. طبعا يا جماعه طولها حوالي متر و90 سنتي. يا احمد يا جماعه انيه بالكوبرا بينا. يا جماعه الناب الثاني كده هتعض كده عايز اتعض. يا جماعه الناب الثاني مين اللي بيجمع في المانجا هنا؟ اسمه كده. تعال 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 هنا. تمام الحمد لله ربنا ستر على المعلم صلاح بيقصد في المانجا وربنا ستر على المنطقه الاطفال اللي في الشباب اللي هم شغالين معاه. واحده والحمد لله برضو ان احنا جبناها. لو عجبك الفيديو دوس اشتراك وفعل الجرس مع مصطفى هاجر زي ما تحضركم كل يوم جديد.